بينورني وشرفني في الاستوديو استاذ الناقد الرياضي الكبير استاذ محسن لملوم. يا استاذ محسن منورنا. منورك يا استاذ امير، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. الحلقات دايما معاك بتبقى قويه جدا. ربنا يخليك، ده من ذوقك. يعني اخبار كتير وموضوعات كتير عايزين نتكلم فيها، بالتحديد فيما يخص بطوله الامم الافريقيه. عايز ابتدي في الاول كده، رايك في التنظيم لحد دلوقتي ايه؟ لا بسم الله الرحمن الرحيم، التنظيم رائع جدا. ما ننساش ان احنا مصر خدت تنظيم البطوله قبل اقامتها بخمس شهور بس. يمكن الكاميرون اللي هي كانت واخده، عارفه انها تنظم البطوله قبلها باكتر من سنتين، اربع سنين بالظبط. يعني لحد ما سحب منها التنظيم ما كانش عندها الا ملعبين فقط وجاهزين، وملعبين تحت الانشاء، وفعليا كان مطلوب سته غير ملاعب التدريب. مصر طبعا ابهرت الجميع زي ما قالوا المسؤولين عن التنظيم ان هم يعملوا بطوله استثنائيه. ده صحيح تماما. يمكن حتى كنت في حواراتي مع او كلام يعني دردشه كده مع الاصدقاء في المغاربه والتوانسه والجزائريين، ما بيتكلموا ولا لا التنظيم عالي لا يضاهي الا ممكن تنظم في القاره الافريقيه، لا ممكن جنوب افريقيا، وخصوصا في الوقت الضيق ده، لا على اعلى مستوى. حتى احنا الملاعب لما بنتفرج على الماتشات بتحس ان انت بتتفرج على ملاعب مثلا كاس العالم مثلا في هولندا للشباب، مش عارف لا الملاعب شيء رائع بصراحه. كل القائمين على البطوله بصراحه يحسب لهم الموضوع ده. يعني هو الملاعب بالذات احنا لازم كنا نستنى ان احنا ننظم بطوله عشان الملاعب تبقى شكلها حلو كده. لا هو احنا قادرين بس احنا بنتدلع. يعني احنا مثلا تخيل النهارده انت عندك ست ملاعب اهو على اعلى مستوى، ما فيهمش برج العرب. ادي برج العرب، ما ضيف عليهم ملعب المقاولين طبعا، ادي كده ادي 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 8 بترو. لا ده انا لسه كلام ماشي بترو سبورت، المحله، المنصوره، لو فتحت بقى في القصه دي، بورسعيد، ملعب المصري. انت تنظم كاس عالم بكل سهوله، الكليه الحربيه بالظبط، الكليه الحربيه كمان انت تنظم كاس عالم بكل سهوله، انت قادر تعمل ده. ده كمان ده انت الملاعب اللي موجوده عندك يمكن هتطورها هتجددها، فبالك لو انت هتنشئ ملاعب انت تقدر تعمل ده. يعني انت عملت في خمس شهور ده كله، لا انت تعمل في خمس سنين تقدر تعمل 10 ملاعب كمان. انت عندك البنيه الاساسيه موجوده. يمكن التنظيم ده بصراحه خلانا نطمع، احنا ليه ما ننظمش كاس العالم بكل امانه؟ يعني اذا كان بيحصل سلبيات قبل كده، السلبيات دي منا احنا، احنا اللي كنا بنتدلع. تقدر تنظم وقت ما وقت الجد قادر تنظم. كان حتى كان صحفي جزائري النهارده كان بيكلمني بيشتكي لي، يعني بيقول لي ايه، التعنت الامني كان شديد واحنا داخلين. قلت له لا انا مع ده، يعني هو اصر انه يفتح منه ازازه الحاجه الساقعه وقال له اشرب منها. قلت له ده انا مع ده، لا احنا مش عايزين اي حاجه تلوث لنا. انت شايف التنظيم عامل ازاي؟ قيس لو انت في بلدك وفي حاجه حصلت. قال لي لا انا معاه. قلت له لا احنا معاك، لو في اي اهانه انا بعتذر لك عنها طبعا، لكن ما فيش اهانه. قال لي لا ما فيش اي اهانه خلاص. وبقول يعني اوفر شويه في الامن. قلت له لا مش مشكله، انا مع ده، انا مع ده، مش احنا مش عايزين، احنا عايزين نعمل بطوله استثنائيه بشكل كبير بالظبط. وبعدين انت كده بتصعب الامر على اللي جاي. يعني مين هيقدر ينظم التنظيم ده في كل القاره الافريقيه الا جنوب افريقيا وممكن المغرب وتونس والجزائر بعد المغرب. خلينا نتكلم بامانه، لان عشان المغرب عندها وفره ملاعب او في شويه ملاعب، الجزائر عندها بتعاني شويه في الملاعب، تونس يمكن ملعب رادس وملعبين ثلاثه، مع احترامي طبعا ليهم، لا مش الابهار. انت عندك برج العرب التحفه الرياضيه دي بره الحسابات خالص، بره يعني انت عارف، وفي وقت ضيق في خمس شهور. امال لو كان عندك اربع سنين ولا خمس سنين. الخلاصه ان انت قادر تعمل، انت بس اللي بتبقى بتتدلع. يعني ايه، في حاجه كده تقول خلاص بقى دخل زي الماتشات بتاعتنا. انت ما انت قادر ده النهارده عمال الجمهور يقدر يحضر 75,000 ومش عارف. طب انت ليه حتى ماتشات الدوري كنت بتخليها بدون جمهور ولا 5,000 ولا لا؟ انت لو عايز تقدر تعمل. شايف ان البدايه دي هي دي بدايه لعوده الحياه، دي اول مكاسب بطوله كاس الامم الافريقيه، ان الجمهور لازم يبقى موجود في الدوري البطوله اللي جايه. مفيش اي معنى ان مش الجمهور بعد كده. انت الجمهور اللي بيعمل لك المنظر ده. انت شفت منظر الافتتاح عامل ازاي؟ ما كانش حفل افتتاح، كان ملحمه افتتاح بالظبط. يعني لو هنرجع حتى لورا شويه، القرعه اللي كانت في 12 ابريل ما كانتش قرعه، القرعه العاديه بالنسبه لنا كانت بتبقى الناس موجوده في الفندق وتعرف مين مع مين. لا انت عملت انت ابهرت الناس فعلا. يعني انت جايب سونج من المطار لحد الاهرامات، وبعدين تحت سفح الاهرامات. الاهرامات دي ده الرمز بتاعك، ليه اعملها في فندق مكان مغلق؟ انا الرمز بتاع النهارده. المكاسب يعني تقدر تقول كاس الامم الافريقيه في مصر هي ظاهرها الرياضه ولكن باطنها السياسه والاقتصاد والسياحه والاجتماع وحتى الامور المجتمعيه. يعني اقتصاد سياسه طبعا دي على اعلى مستوى بصراحه طبعا. اقتصاد انت شوف الرواج اللي موجود في البلد حتى مع بائع الاعلام، مع الفوفوزيلا، الرواج، الناس السواح اللي بيجوا لك هنا، السياحه اقصد، الافارقه، شمال افريقيا،
الناس بقى فيه لحمه، حتى تلاقي جمهور مصر مع المغاربه مع التوانسه مع الجزائريين، خلاص بقى العمليه بتقرب يعني يعني اسهل شويه. حتى حتى البسطاء، حتى اللي مش قادر يسكن مثلا في فندق غالي او كده بيجي يقعد في نزل زي ما بيقولوا شمال افريقيا. فالمكاسب كبيره جدا، وانا مع مش التعنت، مع التجديد الامني على اقصى درجه، لان احنا مش عايزين حاجه تفلت مننا. صح، مهم جدا. لكن مهم برضو ان الدنيا بعد ان شاء الله بطوله الامم الافريقيه ترجع بشكل كويس زي ما كنا متعودين زمان على كده، لان هي دي الكره المصريه، وتبقى اكيد واجهه دايما للعالم كله وللدوله نفسها يعني. أكيد. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق لمصر بشكل عام، وفي الحقيقه هي بطوله في وقت مناسب جدا لمصر يعني. صحيح. ان شاء الله في كل المجالات. عايزك تكلم بقى على المنتخب، منتخب مصر، وبعد مباراه زيمبابوي المباراه اللي جايه ان شاء الله مع الكونغو بعد بكره، رؤيتك لبدايه المشوار والمباراه المقبله امام الكونغو ان شاء الله. والله هو المنتخب اتحط في موقف لا يحسد عليه بسبب فوز اوغندا على الكونغو بهدفين، مش بس بهدفين، بهدفين مع اقل مجهود طبعاً. مع الناس كلها كانت مرشحه الكونغو الديمقراطيه ان هي اللي تكسب اوغندا. اوغندا طبعا فريق رائع جدا، وده مش من فراغ يعني، هي انا مش بعتبرها مفاجاه يعني بالنسبه لي انا اللي متابع اوغندا. ناس كثيره تقدر تقول لك ان ده مش مفاجاه يعني، من سنتين ثلاثه واخده افضل منتخب ناشئ او صاعد قصدي في افريقيا. المدير الفني دي صبر عارف كويس بيبني الفرقه، يمكن كانت معانا لمن لا يتذكر، كانت معانا في السنه البطوله اللي فاتت في دور المجموعات في الجابون وكسبناها بالعافيه في الدقيقه يمكن 86 88 بالجون بتاع عبد الله سعيد في برجانتي في الجابون، وكانت معانا في تصفيات المؤهله لكاس العالم، وهي اللي كانت داخله معاك الند، لان الند مش غانا يعني، المفروض تبقى غانا، لا كنت انت واوغندا. يمكن مع الجوله الثالثه والرابعه انت لما اتغلبت في اوغندا وجيت كسبتهم هنا 1-0 بالظبط، كانت الند لند يعني، انت حتى غانا كسبتها وتعادلت، كونغو كسبتها رايح جاي، دي كسبتها وفازت وانت فزت عليها وهي فازت عليك يعني، حتى 1-0 1-0 وبيكونوا المنتخب بقالهم فتره، ومعاهم حارس عملاق دينيس اونيانجو، ده حاجه ده خليفه عصام الحضري في الملعب الافريقي بصراحه يعني. وزي ما قلت لحضرتك دي صبر ساب النادي الاسماعيلي هنا في مصر. يمكن اي مدرب يقول لك لا انا ابني بقى مجد في شمال افريقيا، لان ده بيسمع حتى في الخليج للمدرب اللي عايز فلوس. صح. اما ينجح في مصر على طول يطلع بقى من مصر بقى على الكويت والسعوديه ومش عارف، ياخد بقى الدولارات الكتيره دي. كذلك اللي بينجح برضو لعيبه او مدربين في شمال افريقيا كلهم بيطلع على الخليج. ومع ذلك هو ما رضيش يكمل او ما كملش مع الاسماعيلي، لان كانت تجربته جيده جدا، وساب الفريق وراح اوغندا. تحسب ليه؟ ده مدرب عايز يعمل حاجه. حتى كان السبب في انهاء الاسماعيلي السنه اللي فاتت كمركز تاني في البطوله بالظبط قبل ما يمشي، قبل ما كان يمشي عامل نتائج رائعه، ومع ذلك سابهم وراح زي ما قلت لحضرتك اوغندا، عمل معاهم شغل يعني مش من فراغ. فهو فاوغندا دي حطتك تحت ضغط ان انت لازم تكسب الكونغو، كمان لان الكونغو ما عندهاش امل تاني، يمكن لو خسرت منك يعني املها ضعيف بقى انها تلعب على التوالت فيما لو فازت على زيمبابوي، عدد اهداف كمان خلاص، وبعدد اهداف ودخلت نفسها في حسبه بيرما، فهي ما قدامهاش ان هي اللي هي تكسب معاك او تتعادل او فده حطك تحت ضغط. كمان انت عايز تستعيد الصداره، لان بالمستوى اللي قدمته اوغندا ده هتكسب زيمبابوي بفرق كبير. طبعا كل شيء وارد في الكوره، بس انا بتكلم بالشكل اللي شايفه يعني. المعطيات اللي احنا شايفينها قدامنا، فتقدر تكسب بشكل كبير، فده هيعمل عليك لود اكتر، انت بتفقد الصداره على طول. هتضطر بقى في النهايه ان انت تكسب اوغندا، يعني مش عايزين تبقى الماتش، انا كنت اتمنى الماتش الثالث يبقى التوتر فيها خفيف شويه، بحيث ان انت عندك مباراه دور الثمانيه والادوار اللي جايه انت محتاج فيها الحمل النفسي على اللعيبه والحمل البدني، فما كنتش عايز ان انت تبقى عليك اللود من دور المجموعات. انت اطلع كل عايزينه من دور المجموعات ان انت تتاهل في مركز اول بس بهدوء يعني، معاك المجموعه في المتناول بصراحه، مع احترامي طبعا لهم، انت ده في المتناول، مش صعبه ومش سهله، متوازنه، انت مش مجموعه موت زي مجموعه المغرب مثلا اللي فيها كوت ديفوار وفيها جنوب افريقيا ولا السنغال اللي معاها نيجيريا ومش عارف. لا انت في مجموعه متوازنه تقدر تصعد في المركز الاول بكل هدوء. فالمنتخب اتحط تحت ضغط بسبب نتيجه اوغندا، يقدر بس ان شاء الله ينقل الامور مبكرا، بلاش اللي حصل في ماتش زيمبابوي، ان انت حمى البدايه دي ما كانتش يعني، الفريق كسب بالعافيه 1-0، الناس كلها انتقدت المنتخب. عايزين ان شاء الله يقدر يرد في المباراه اللي جايه بعد بكره، وكمان بعد شويه القلق والمناوشات اللي حصلت في المنتخب والجدل ده، ينهي الكلام ده كله ويقدم مباراه ويفوز عن جدارة واقتناع ان شاء الله. مطلوب ايه من المنتخب في المباراه عشان نشوف شكل مغاير للي شفناه؟ النتيجه باذن الله نكسب، لكن الاداء ايضا بيبقى مهم شويه للجماهير لانه بيطمنهم، لان هدف الجماهير المصريه هو البطوله. انت ما تديش فرصه للكونغو، لان اي دقيقه بتعدي
والنتيجه 0-0، انت بتدي له امل. هو على الاقل عايز الحد الادنى 0-0 لان لم يكن يفوز يعني، لكن هو بالنسبه له 0-0 دي نتيجه كويسه على اساس ان هو يكسب زيمبابوي اللي مفترض اوغندا هتكسبها، او هي خلاص حصلت المجموعه زي ما بنقول، فممكن انت تبقى 4 نقاط، فانت ما تديلهمش الفرصه دي، اقتل طموحهم بدري بدري يعني. انا كنت اتمنى مثلا بعد الجون بتاع تريزيجيه في زيمبابوي ان انت تجيب الثاني عشان خلاص هو كده بقى يفوق وتقدم انت تلعب كوره بقى، تلعب كوره بمستوى مرتاح تعمل ده كله، لكن ده ما حصلش. اعمل ده في قدام الكونغو، مش صعب، مش مستحيل تقدر تعمل ده، انت الجمهور هيبقى عندك بشكل كبير. خلاص بقى خلصنا من حته ان انت حمى البدايه وحفل الافتتاح والمباراه كانت تحت اعين العالم ومش عارف السيد الرئيس، خلاص انت خرجت من الضغوط دي خلاص. انت العب بقى الكره للكره زي ما بقول، زي الماتشات اللي بتحصل دلوقتي خلاص. كل حتى فريق النهارده بيلعب مباراه بعد ما يخلص يقول لك خلاص تخطينا حمى البدايه، تخطينا. يمكن حتى كانت الصحف المغربيه النهارده اخترت لك عنوان ايه، الاسود بنجاح تخطوا او لغم الافتتاح، يعتبروه لغم. ده لفظ كويس او كلمه كويسه، انت ده لغم، ما تعرفش الفريق اللي هيحصل لك ايه. زي اللي حصل للكونغو كده، كان لغم اوغندا، انفجر فيهم بهدفين مع الرأفه في وقت ضيق جدا. فهي دي القصه، انت اتخلصت من ده خلاص، انت تقدر تلعب مباراه وانت عندك اريحيه، بس من الاول عشان ما تقعدش تصعب الامور على نفسك. التعليق او الكلام الكتير على بعض لاعبي المنتخب وبالتحديد فيما يخص محمد صلاح وعدم ظهوره بالشكل المتوقع في المباراه الاولى، هل دي ضغوط زياده عن اللزوم على لعيبه المنتخب على محمد صلاح بالتحديد من وجهه نظرك؟ محمد صلاح انا يعني اتمنى طبعا، هو محمد صلاح مش عايز يخش في دوامه ميسي اللي هو بيتالق مع بيعمل كل حاجه مع برشلونه ولا يفعل شيئا مع الارجنتين، بس مع يعني مع الاعتبار ما يقول لك صلاح عمل صلاح عمل خلاص بالزبط. وكان الرهوان بتاعك وفي 2017 وصل لك نهائي وصعدك كاس عالم وامور كتيره، لكن في الفتره الاخيره ما بقاش بيعمل ده قوي يعني. حتى يمكن الناس ايه لما المعسكر بدا وهو كان بيصطاد سمك والكلام ده يعني، الناس قعدت تتكلم كتير، مع ان كنت اتمنى يطلع اتحاد الكوره يقول كلام رسمي ان هو هينضم يوم كذا. للاسف ما حدش اعلن يعني، الراجل اللي حقه يرتاح اوكي مفيش مشاكل، بس اعلن ده. مع ان الناس اللي زمانه ما ارتاحوش بالمناسبه، لا ساديو ماني ولا فيرمينيو في البرازيل ولا ماني خد اجازه، بس مش كتير يعني انضم يعني، مش وات ايفر، مش مشكله، مش دي القضيه. بس انا قصدي اقول ايه، وحتى لما ظهر صلاح في ماتش تنزانيا الوديه بصراحة في النص ساعة تقريبا الودية المباراة الثانية عمل أداء رائع بصراحة يعني، أنت عندك نجم كبير أحد أفضل 3 لعيبة على مستوى العالم، فأنت النهاردة صلاح هو بقى خلاص اطلع بقى من البطاقة دي، بلاش بقى يعني الناس تحطك في الحتة دي إن أنت إيه هتبتدي تعمل زي ميسي بقى خلاص ما يديش مع المنتخب. لا أنت أو كل توجهك بقى النهاردة أنت مع ليفربول، عندك طموح الثاني السنة الجاية إن أنت تبقى تاخد البريمير ليج وتاخد شامبيونز ليج ثاني، لا يعني في طموح برضه ثاني مع المنتخب يعني، ما تنساش الحتة دي لأن دي حاجة مهمة جدا. ويا رب عشان بالظبط دي اللي هتوديك البطوله دي، هي اللي هتودي الكره الذهبيه اخر سنه طبعًا. ان انت زي ساديو ماني زي رياض محرز زي حاجات هم اللي ترشحوا في الاخر، بيرو بيانج اكيد يعني ما اعرفش ممكن يحصل في الاخر، يمكن بيرو بيانج رايحكم وما تاهلتش الجابون، لكن انت عندك حكيم زياش كمان او خلينا في الثلاثه اللي في الاول، ساديو ماني ومحمد صلاح ورياض محرز وبعد كده حكيم زياش. اي منتخب من الاربعه دول هياخدوا البطوله هيكون اللاعب بتاعه المرشح رقم واحد للكره الذهبيه، فانت فرصتك وانت معاك عنصر الارض والجمهور، فيا ريت يستغل ده ان شاء الله. مع تعديلات في التشكيل في مباراه الكونغو، ولا شايف ان التشكيل الافضل ان هو يبدا زي ما بدا بيه مستر اجيري في مباراه زمبابوي؟ لا اشوف، انا عن نفسي بصراحه مش بحب اتكلم في التشكيل قوي لان دي يعني اوكي امور فنيه، لكن اكيد ليك مثلا رؤيه او من خلال متابعتك للمباريات شايف ان محتاجين دماء جديده في التشكيل بسبب الاداء، ما هو دي نقطه مهمه. ممكن الهجوم شويه كان فيه عقم يعني، ممكن يعمل شويه تعديلات، ممكن زي ما الكلام بيتقال ان ممكن صلاح هو اللي يبقى مهاجم صريح، ممكن الله اعلم ممكن يعمل ده، ممكن يشارك احمد علي هداف الدوري لاعب المقاولين، ممكن ده يعمل يعني يكون حافز يديله فرصه يعني في الماتش اللي جاي يعني، ممكن الامور شويه قدام اكتر شويه من الجزء الامامي يعني، لازم في بعض عشان اهدار الفرص زي ما يتكررش كتير. معاك طبعا تستغل سرعات تريزيجيه وصلاح برضو، دول بيعملوا لك يعني بيعملوا مشاكل كتير للدفاع، فانت استغل ده مع مهاجم قناص يعني، ادي الفرصه لاحمد علي
ممكن في وجهه نظر احمد علي ياخد فرصه الماتش اللي جاي ان شاء الله يبتدي باذن الله. التاريخ بيقول ايه؟ بيقول ان مصر لعبت الكونغو 10 ماتشات، كسبت 5، خسرت مباراه وتعادلت 4. هل ده يبقى ليه اي نوع من انواع المعطيات قبل المباراه دي ولا الكلام كل ده على الورق؟ مع المعطيات اوغندا والكونغو كلها صبت في في اوغندا، لدرجه ان الصحف في اوغندا، صحف اوغندا كانت بتقول ان احنا النهارده لو في مباراه اليوم قبل الماتش يعني لو قدرنا نخطف نقطه تعادل يكون جيد جدا. والراجل لا مش خطف نقطه، كسبوا، خدوا الثلاث نقط وعن جداره واستحقاق يعني. بالزبط. مش بس 2-0، مش 1-0، لا ده 2-0 وضيعوا كتير وسيطروا على المباراه وعملوا اللي هم عايزينه بصراحه يعني. حتى الكونغو كان تايه تماما في المباراه. فده على الورق يكسب، وده على الورق سبحان الله. وبدليل ان شوف المباريات الفرق الصغيره، البطوله دي بتاعت لحد دلوقتي بتاع الفرق الصغيره يعني، شمت نفسها شويه يعني. زيمبابوي قدام مصر رغم الهزيمه، ناميبيا قدام المغرب رغم الهزيمه. تعرف ان اخر مباراه بين الاثنين كان في دور المجموعات 2008 والمغرب اكتسحت ناميبيا 5-0. المره دي بتكسب في الدقيقه 89 وبهدف اون جول عكسي. بالظبط. ويعني ناميبيا عامل مباراه، المنتخب الناميبي عامل مباراه عاليه جدا. نفس الكلام بوروندي قدام نيجيريا، بوروندي اللي يعني اول مره بتشارك. بالظبط، اول مره بتشارك واول مره في التاريخ تلعب نيجيريا. بالزبط. ونيجيريا اللي هي 3 امم افريقيا وشاركه قد كده في كاس العالم، ربع ساعه بجول. بالظبط. فشوف مدغشقر عملت ايه مع مع غينيا. اول مشاركه، ومش بس كانت متاخره بهدف، لا دي اتعادلت واتقدمت والتاني يعني. لا يعني كل شيء وارد. ادائهم كمان كان كويس. بالظبط. المعطيات على الـ على على الورق ده، الورق ده كلام ده للارشيف يعني. كويس. كانت تعجبني بصراحه كلمه في مانويل جوزيه لما كنت غطي النادي الاهلي مثلا، ويطلع يبقى واخد بطوله افريقيا ويجي في المؤتمر الصحفي يقول لك البطوله اصبحت من التاريخ، بكره اجازه وبعد بكره عندنا تدريب عشان في كاس مصر او مش عارف في معسكر. انا كان بيعجبني ده يعني. احنا ايه يعني العقليه العربيه تحديدا وطبعا منها العقليه المصريه، انت بتقعد تحتفل سنه وطلع تاني يوم الاهلي بطل مش عارف ايه، وبعدها اليوم الافراح مستمره في الاهلي ومش عارف مين عمل جوائز ومش عارف مين عازمهم فين ويلفوا على الفضائيات. مش الاهلي بس يعني، الانديه المصريه. ايوه انا بضرب مثال بالاهلي يعني. لكن كل الانديه والمنتخبات برضو العربيه يقعدوا طول مش عارف ايه، واللي خاسر يقول لك احنا لا، واذا خسر يمشي المدير الفني ومش عارف ايه ويطلع بقى اللي كان مستخبي لا كلام كده غريب يعني. فبصراحه مانويل جوزيه يمكن عكس الحته دي في النادي الاهلي، يمكن اكبر ميزه عملها يمكن في الكره المصريه ان هو يجي في المؤتمر الصحفي، البطوله اصبحت من الماضي، اتحطت في الدولاب، الكاس اتحط في الدولاب، احنا خلاص بكره اجازه وبعده مثلا اجازه ويوم الثلاث مثلا ولا اي ايا كان خلاص هنسد عشان عندنا كاس مصر. يا عم كاس مصر انت واخد بطوله افريقيا وانت رايح كاس عالم الانديه واخدت ثالث كاس عالم الانديه مثلا. فهو ده الفكر. الكلام ده في التاريخ يعني، افضليه الورق دي على الورق ما لهاش اي علاقه بالواقع يعني. طيب رؤيتك للمباريات بشكل عام، اقوى المنتخبات من خلال متابعتك مين؟ اقوى المنتخبات كما كان متوقع السنغال. تمام. والذي خيب الظن رغم فوزه منتخب المغرب. تمام. والذي لم يخيب الظن رغم من عدم ترشحه هو المنتخب الجزائري. منتخب الجزائر اتى الى مصر فهو الغير مرشح. صح. وده يمكن رفع الضغط عن المنتخب الجزائري، خلينا نتكلم عنه شويه. ان ده يرجع بصراحه يحسب لجمال بلماضي المدير الفني، ان هو عمل توليفه بالنسبه للجزائريين. الجزائريين تحديدا عندهم مشكله في المدرب. دايما يتحصروا على خليلوزيتش، وحيد خليلوزيتش افضل مدرب. ليه؟ عشان هو ما كانش مدرب عبقري، بس هو كان قوي الشخصيه. فعلا. كان يبقى قاعد باللعيبه اللي وراه اللي بيلعب في برشلونه زي اللي بيلعب في مش عارف مولوديه بتنا عندهم في لا مش مهم، انا كل اللعيبه واحد عندي. ده ما حصلش، ده حصل تفكك بعد ما الراجل مشي. يمكن كانت بتيجي لعيبه من بره كانت بتتكبر على اللعيبه اللي هم من اللي هم المحليين ويستغل ده، انا ما بعرفش اتكلم فرنساوي مثلا ما اتعلمش، في لعيبه كده فيقعد يتمنظر عليك. ده حصل كتير، يمكن جورج ليكنز كان اكرمه. حصل. كان جورج ليكنز اللي هو المدرب البلجيكي كان لما يحصل فيهم مشكله كان يدي ظهره عشان يتفادى يعني ما شافش، وكانت تحصل مشكله. ده افتقدوا اشقوط الشخصيه وافتقدوا هدوء رابح سعدان. رابح سعدان هو اللي اهلهم كاس العالم 86 وكاس العالم 2010 بالهدوء بالخبره لانه مدرب وطني وحافظ ابناء بلده. جمال بلماضي جاب بين الاثنين، هدوء سعدان وصرامه خليلوزيتش. يمكن ظهرت اكتر في المعسكر لما حصلت مشكله شبه لا اخلاقيه من اللاعب هارس بالقلبه او بالقبله اللي هو كان نشر فيديو سيء فاستبعده رغم ان اللاعب اعتذر واللاعب كان والمدرب كان محتاجه. وجمال بلماضي سألك لا الموضوع منتهي ومشاه. يمكن حصلت في التدريبات ما بيخليش حد يحضر التدريبات، ويمكن الجمهور حتى المناصرين الجزائريين بيزعلوا من ده ورجال الصحافه، بس هو مش مهم. حتى الماتشات الوديه اللي لعبها رفض يزحها على الهواء مباشره. رفض ان يزحها. حتى ناس انتقدوه قالوا له يعني ده البرازيل بتاخد كاس العالم وما بتلغيش البتاع المباريات الوديه بتزحها عادي. حتى مصر لما خدت ثلاث بطولات 2006 2008 و2010 كانت
بتذيع الماتشات عادي، انت ليه بتعمل كده؟ يعني عايزين يقولوا مش شرطه، مع ذلك برضه ماشي كلامه، هو حر. فدي النقطه اللي كانوا بيفتقدوها. يمكن هو النهارده جاب لعيبه زي رياض محرز، بس ما خلاش رياض محرز هو اللي هو النجم يعني. سفيان فغولي بقى واسلام سليمان وباقي ده شرط الكابتن اداله اوكي، ما فيش مشاكل. ما هو طبعا النجم الابرز، انا بتكلم ان هو ايه يعني، لا احنا عندنا كتير. فظهروا بالشكل ده، هم تحرروا من الضغوط دي، كانت ميزه لصالح الجزائريين ان هو لم ياتوا في صوب المرشح، اللي هو المشكله اللي وقع فيها منتخب المغرب اللي هو جاء في صوب المرشح. دي اللي عملته التوتر والضغط والضغوط قدام منتخب ناميبيا، والمشاكل اللي كانت عنده قبل البطوله كمان، والمشاكل طبعا، بس هي نفس المشاكل برضو اللي كانت موجوده في الجزائر. بس هو الفرق من هنا في حاجه، مشي اللاعب القلب ده اللي هو الجزائري ما حدش يتكلم، لكن لكن هناك حمد الله لما مشي من المغرب كلنا شفنا الفيديو بتاع اللاعب المغاربه بيتريقوا عليه والصور لا لا كلام طبعا ما يحصلش. يمكن ده لو المنتخب المغرب ما كملش او خسر البطوله دي هيكون ده السبب، ان لا ده ما يحصلش في منتخبات كبيره. لحد امبارح اصداء الموضوع ده، الراجل امبارح نزل صوره كاتب حالق شعره بطريقه جديده وكاتب نيو لوك وبتاع. حتى الجماهير المغربيه او الشعب المغربي انتقدوا ايضا، ده حمد الله بالتحديد. يعني امور ما المفروض ما تحصلش. منتخب كبير دايما، منتخب يعني منتخب الاسود، اسود الاطلس زي ما بيتقال عليهم، مواهب بصراحه في كل الدنيا، معاهم مدرب اصل ما فيش بعد كده. هيرفي رينارد راجل واخد البطوله دي مرتين، زامبيا ونيجيريا، زامبيا وكوت ديفوار عفوا، وفي 2012 2015. ويسعى طبعا ان هو لو حصل عليها السنه دي مش هيبقى اكتر واحد خدها، لا بس هيبقى خدها مع ثلاث منتخبات مختلفين طبعا ده. لكن برده كان في شويه مشكلات برده على مستوى الجهاز الفني، وكان يعني كان في تدخل شيلوا حد من الجهاز الفني يعني فوزي لقجع والحاجات دي. بس يعني ايه ده اللي ما كانش متوقع منه يعني، كنا عايزين كنت اتوقع ان منتخب المغرب لا هيبقى كانوا بيلعب في مراكش ولا في الرباط ولا لكن ده ما حصلش. لكن العكس زي ما قلت لك في منتخب الجزائر. بصراحه منتخب السنغال متكامل، اتوقع له انه هيكمل اكتر، خصوصا لما يرجع له ساديو ماني بعد الايقاف. بالظبط، هيزداد قوه. مباراه النهارده يمكن ما بينتش فروق قوي يعني، كوت ديفوار كان اعلى طبعا من جنوب افريقيا وكسب، بس مش ده مباراه دلوقتي تونس وانجولا في الدقيقه 27 تعادل السلبي 0-0. اعتقد المنتخب التونسي لا هو اللي مترشح ولا هو اللي يعني في المنطقه في منطقه الوسط يعني، يمكن يعني برضو مش في صوب المرشح بس في المقدمه. يمكن لو قلت المرشحين رقم واحد اقول لك في ثلاث فرق متساويين، السنغال ومصر والمغرب. بعد كده يجي في المرتبه الثانيه الجزائر، تونس، كوت ديفوار، نيجيريا اللي هي اسماء، غانا، الكاميرون، جنوب افريقيا اللي هي انت بتلعب على الاسماء، وبعد كده بقى انت والمفاجات. فالمنتخب منتخب تونس في المرتبه الثانيه في 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 التصنيفات، او اقصد اقول يعني في الترشيحات. الترشيحات للفوز. اقوى المباريات لحد دلوقتي من وجهه نظرك اللي اتمتعت فيها وانت بتتفرج، واهم اللاعبين او اكثر اللاعبين تالقا؟ مش ماتش واحد بس، انا في وجهه نظري اوغندا وكونغو، لان احنا ما كناش متوقعين ده. يمكن الناس هتقول المباريات، يمكن الناس هتقول هو هتقول مثلا المغرب وناميبيا، الجزائر وكينيا. لكن بصراحه انا شايف اوغندا عملوا قدمت كوره حلوه يعني. يمكن الناس ما شافتهاش قوي لان الماتش كانت الساعه 4:30 في عز الحر، ومحدش مستني حاجه من اوغندا وكونغو، بنتفرج كده وخلاص عشان الفرقه اللي معانا في المجموعه. لكن لا بصراحه اوغندا تحديدا عملت كوره بصراحه رائعه يعني. احنا متشوقين يعني، انا متشوق يوم الاربعاء مثلا نشوف ماتش اوغندا قبلينا، اوغندا وزيمبابوي يعني، بقى فريق يسحبك ان انت تتفرج عليه. وبرده طبعا السنغال والجزائر والمغرب. توقعاتك اخيرا لمباراه مصر والكونغو؟ لا ان شاء الله تكسب، بس تكسب كتير، مش 1-0 يعني، ممكن 2-0 او 3-0 ان شاء الله. ده مهم جدا في ان شاء الله. بالظبط كده. استاذ محسن لملوم، نورتنا وشرفتنا كالعاده، بشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك تحت امرك. شكرا جزيلا. دي كانت فقرتنا الثانيه من حلقه كلام في الميديا النهارده. كان بينورنا ويشرفنا في الاستوديو استاذ الناقد الرياضي الكبير محسن لملوم، واتكلمنا في ما يخص بطوله الامم الافريقيه وكل المنتخبات بشكل عام. اكيد في النهايه دايما بنتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر في مباراته المقبله امام الكونغو، ويحصد 3 نقاط اخرى تضاف الى رصيده، وبالتالي يتاهل رسميا لدور ال 16 من هذه البطوله، وباذن الله تكون خطوه للذهاب بعيدا وبعيدا حتى المباراه النهائيه في بطوله الامم الافريقيه، وكمان باذن الله تحقيق هذا اللقب. كل التوفيق لمنتخب مصر. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهارده، استنونا حلقه جديده بكره ان شاء الله. الى اللقاء.